إذا لم يعرف العالم الشرعي ويؤخذ العلم منه فإن الناس قد هلكوا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يترك عالما، ما الذي يجري؟ اتخذ الناس رؤوسا رؤوسا ولو كانوا أعلما في الشهرة جهالا، فسئلوا سئلوا يا ليتهم لو سئلوا قالوا لا نعلم، لا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا يعني في أنفسهم وأضلوا يعني أضلوا غيرهم. ولذلك يقول الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع قال: صرفها عمر رضي الله عنه تصريفا فقال: ما خان أمين. يقول عمر رضي الله عنه: ما خان أمين، ولكن ائتمن غير أمين فخان. قال الطرطوشي رحمه الله قال: وأقول، والقول قول الطرطوشي، يقول: ما ابتدى عالم بدعة ولا أتي الناس من قبل علمائهم كما قال، وإنما الذي جرى قال: سئل أناس لا يعلمون شيئا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.